يقول السائل: هنالك بعض الناس إذا لم يكن أكثرهم نراهم يحبون بعض المغنيين وبعض الأندية الرياضية واللاعبين حبا جنونيا قد يصل إلى الدفاع عنه بالأيدي، أليس هذا نوع من الشرك وصرف شيء من أنواع الطاعة لغير الله؟ هذا فتنة، هذا من الفتنة ومن اللهو واللعب والانشغال بغير ذكر الله عز وجل، فالواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله ويتركوا عنهم التعلق بهذه الترهات. وإذا شغلتهم هذه الترهات عن الصلاة وعن ذكر الله فإنهم يكونون على خطر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إذا كان الأموال والأولاد لا يجوز أن يشتغل بها الإنسان عن ذكر الله، فكيف باللهو واللعب والمغنين وغير ذلك؟ الخطر عظيم في هذا. نعم.